إذا مشاهدي محمد يابريس، أهلا وسهلا بكم. كما كتشوفوا بالصورة، كنتواجدوا بساحة المسيرة الخضراء قرب القصبة، السور ديال القصبة ديال المحمدية. إذا العنوان البارز لهذا المباشر وهو انعدام، أقول انعدام وليست قلة الإنارة العمومية، انعدام الإنارة العمومية بهذه الساحة هذه ومن مدة هذه. إذن في نيات شركة ديال ليديك، إذن كما كتشوفوا هذه، وهذه المسألة هذه طبعا راه كتسبب واحد الخطورة بالنسبة للناس اللي كاينين في هذا المكان، وحتى بالنسبة للسيارات والدراجات وكل وسائل النقل، طبعا الكريساج. إذن هانتوما كما كتشوفوا هذو هما أعمدة الإنارة العمومية من مدة، وهذا المكان هذا مظلم. انتما كتشوفوا بالصوره. اذا هذا مكان، وهذا واحد المكان هام واستراتيجي بمدينه المحمديه، هذا هو القلب ديال السياحه ان كانت هناك سياحه بمدينه المحمديه. هذا هو السور ديال القصبه، وهذه هي النافوره ديال القصبه. طبعا النافوره راه مخدامه ما والو كما كتعرفوا، الحال يبقى عما عليه. اذا اش غادي نقول لكم، الله يهدي ما خلقوا صافي، بلا ما نبقاو نقولوا عاوتاني فين هو المجلس البلدي، فين لان داك الشيء راه ما كاينش. الشركه ديال ليديك اللي كتستنزف الاموال ديال الجماعه ديال المحمديه ما كايناش، ما حاضراش. انت لا صيانه، لا صيانه، ومن المده كاين واحد جوج ديال الاعمده اللي هما كبار بحال الاعمده اللي كيكونوا في الملاعب الرياضيه، هما الاول راهو ما خدامش، راهو الثاني تاهو ما خدامش. اذا هذه الساحه، هذه الساحه ديال القصبه ديال المحمديه، ساحه المسيره الخضراء قرب النافوره، انعدام الاناره. ما نطولش عليكم، لكم التعليق. عندك شي تعليق؟ اش بالك كريمه في هادشي؟ هادشي لا تعليق، راه كتشوف الظلمه وهذا، وانت الكريساج يعني ضروري غيكون كريساج هنا بالظلمه، يعني شنو غتسنى؟ ضروري غادي يوقع، راه ديرو وقع ماشي ضروري غيوقع. انا دابا راه واقفه معاك وخايفه. واخا كاين انا كتخاف زعما انا ما نحميش من اللي غايجي لك، والله اعلم باقي ما وقفت. نضحكوا شويه، اذا واه كثرت الهم كتضحك. ها ايوا الله يهدي ما خلقوا صافي. اذا هذا المشكل هذا من مده وهو هكا وغيبقى، وغادي يبقى هكا. ممكن التليفون ديالي تعرض للسرقة. إذا إلى اللقاء.